مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، يتواصل اللقاء والعطاء من عاصمة الملايين، عاصمة الميادين، ميدان الوثبة، ليسن الحجاج لهذا اليوم عبر قناة ياسر الرياضية. انطلق بحفظ من الله ورعايته شوط لا يقل أهمية، شوطنا العاشر للأبكار. تمنياتنا بالتوفيق والسداد والنجاح للجميع. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لنجد من تسيطر مع المقدمة الظبي محمد بن الصغير بن وني بن خفور الوهيبي. من يقدم لنا الظبي؟ ثاني المراكز غنايم حمدان بن محمد بن سعيد الدرعي. المركز الثالث من الجانب الآخر اللي تسللت في هذه اللحظات وترافق الظبي مع الصدارة، تنطلق بهذا الأداء المميز وبهذا الأداء الجميل. هناك من تاتي الدانة عمار بن محمد بن سالم خوار. من يقدم لنا الدانة؟ رابع المراكز أرى اللي هي الشبابية سهيل بن سالم بن حمرور العامري. وفي خامس المراكز انطلاق مباشر في هذه اللحظات من تتقدم مشاهدين الكرام، أرى اللي هي تاتينا عجائب علي بن سعيد بن علي البلوشي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة والنداء الأول، ولكن لنا عودة مع مقدمة الشوط، لنا عودة مع الدانة. دانة من الدانات هي على الصدارة والقيادة والريادة، تسيطر مع المقدمة ومع مقدمة الشوط. يقدمها عمار بن محمد بن سالم خوار، يتقدم الجميع. المركز الثاني الظبي، الظبي لمحمد بن الصغير بن ولي الوهيبي. المركز الثالث، هناك التقدم ممتاز، هناك الوصول والقدوم في هذه اللحظات. يا سلام من الشبابية سهيل بن سالم بن حمرور العامري، يا سلام. وصلت الأسماء، نيران سعيد بن سالم بن عامر العامري، أول إذاعة لنيران. من تتقدم في هذه اللحظات غيرت واحتلت المركز الثاني، ولكن لنا عودة إلى العروض المميزة، لنا عودة إلى الأداء المميز، إلى مقدمة الشوط. الدانة، الدانة هي على أرضية ميدان الوثبة ترقص طربا لحبها للناموس. أنت دي مالكها عمار بن محمد بن سالم خوار، إن لم يكن راعي ثاني مع نيران، نيران شبت نار الناموس مع المركز الثاني. تعود الملكية سعيد بن سالم بن عامر العامري. المركز الثالث، هناك مشاهدين الكرام اللي هو الظبي محمد بن الصغير الوهيبي، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الدانة. الدانة ونيران في صراع الأقوياء والأبطال، الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة اللي قادم الظبي، ولكن الدانة نيران، الدانة نيران، نيران والدانة. من اللي وصلت؟ رهو سالم بن جابر بن عبيد بن هياي، وصلكم بن هياي، حذاري من بن هياي قادم بكل قوة. وهناك أيضا مسلم بن عبود بن عثة الدرعي، ولكن نيران، نيران أو بن هياي، بن هياي قادم. نيران، نيران الأقرب، نيران المسيطرة، نيران. نترك للأخوان رجل خط النهاية، لهم دور في مثل هذه المواقف. نشوف اللي في المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الأول مشاهدي الكرام نيران، نيران سعيد بن سالم بن عامر العامري. المركز الثاني من وصلة رهو سالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري. المركز الثالث من أتت اللي حربة مسلم بن عبود بن عثاث الدرعي. ورابع المراكز مشاهدينا الكرام الدانة عمار بن محمد بن سالم خوار. خامس المراكز، خامس المراكز اللي هي مذعورة سلطان بن غالب بن سلطان المنصوري. التوقيت الزمني 2:54 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالكي مشاهدينا الكرام نيران لسعيد بن سالم العامري. المركز الثاني مشاهدينا الكرام من أتت 2:54 4 من الاجزاء اللي هي رهو سالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري في اللحظات الاخيره، واجهنا بها من حيث لا نعلم مع المركز الثاني. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث، اتت اللي هي حربه سلم بن عبود بن عثاث الدرعي. 2:54 7 من الاجزاء. هكذا النتيجه، تهانينا والناموس لمالك نيران سعيد بن سالم بن عامر بن علي العامري على هذا الفوز والابداع والانتصار.